ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس على واحد نص مثال مغربي شعبي قحلي، هو الصيف صيف أشخاصه. لبغيتو تعرفوا أشخاصه أجيو معايا. بيقوح وتكمل لي النص الآخر. أنت مشكل. الصيف صيف أشخاصه. خاصو شي صريف. واش هادو خلو شي صرف لعباد الله. حتى تشوف المشاكل اللي واقعه. نعطيك مثلا ديال العيد. مشى رمضان. جا العيد، العيد كنا كان كما تنقولوا حنا رخيص، وهاد الناس مساكين اللي كانوا العصا، كاين اللي ما عياش، كاين الزام، اش مصيف غادي يدوز؟ واش عاد باقي غادي يمشي خيام ولا باقي غادي يمشي يسافر؟ واش باقي؟ راه تنضرس محال غادي يلقى باش يشري ولدو الكتب، واش حاول تنهز الساك ديالي وتنمشي دير ساكك فوق كتافك وتعيش جوا صافي وتنمشي في مرش قاتلي راه هاد الايامات غادي نزيد، تنخمم فين غنزيد نزيد. هادي راسي انا ما تنهضرش عليا انا، اللهم لك الحمد. انا تنهضر على الناس اللي عندهم دي فامي، عندهم عائله، عندهم كذا، عندهم مصاريف ديال المدرسه، عندهم ما انا ما عندي والو، تنصرف على راسي، انا ما عندي حتى شي حاجه. في الصيف خصو صريف. باقي عندك شي صريف باش تصيف؟ ايوا شويه، اللي خدم غيكون عنده صريف، اللي ما خدمش غادي يضطر انه يطيح في لامير. ما يلقاش عنده باش يصيف والو. هو نورمال نورمال، الصيف تيبغي شويه الفلوس، تيبغي بعدا يسافر وتيبغي بزاف ديال الزيت. فين موالف كتصيف انت؟ وانا عزيز علي الوالديه، كنمشي لها كل عام. الوالدي تماك فين تندوز الفاكونس ديالي، وبعد المرات كنسافر لمدن اخرى على حسب. ودابا موفر على حسب صريف. على حسب الصريف. دابا موفر الصريف باش تمشي للوالديه. شي شويه شي شويه شي شويه شي شويه شي شويه شايط وبينك راه ما كاين ما تشيط، راه الوقت غداش والوقت صعابات وواحد القضيه. يلا قلت لنا شيطتي بكل التواضع. راه كتشيط بكل التواضع، ولكن راه ماشي ما كتشيطش بهذاك الشيء اللي كتكون انت اللي باغي انت اللي باغي انت. حيت دابا الوقت غداش، الوقت صعابات، وخدمه وحده ما بقاتش كافيه في هذا الوقت. يا دابا غتصيف. وغنصيف ضروري هكا ولا هكا غنصيف. نعطيك واحد نص مثل مغربي شعبي قح وتكملوا لي تكمل لي النص الاخر. الصيف صيف وخاصو الصريف. وفرتي شي صريف ولا والو؟ واه الصريف شويه غير داك الحول اللي غالي غلى علينا هذا العام. وليد ديالك الصريف ديال الصيف؟ وليد الصريف خصو شويه، خصو ينقص شويه التامه باش ناخذوا الصريف باش ندورو باش تصيف. باش نصيفوا. فين مولف كتصيف انت يا خويا؟ الشمال اصيله، طنجه، تطوان، على حسب. وهذا العام غتمشي تصيف؟ غنمشي نصيف، ولكن خصو صريف. غتدبر على صريف ضروري بكل تواضع بكل تواضع. ودابا الشريف غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. الصيف صيف واش خاصو؟ راه دا الصريف حنا بكل صراحه، باش خاصو شكون اللي دا الصريف؟ شكون اللي دا الصريف؟ والحولي كنا كنقول الحولي بكرونوسي كرونو. دابا راه ساك بلاد كله اللي غادي يمشي مع ولادو. قلتلو بلاد بكل صراحه لا اله الا الله، ما غتبحرش هاد العام والو. انا ما كنتبحرش، انا كنتبحر في دارنا، كندخل لدارنا ونعوم تما. كدير الرمله وشويه الماء واش باقي وقت البحر؟ مشى هذاك وقت البحر مع مواليه، كتمشي وكان داك الشيء رخيص وهادشي بنادم. كتنافس كتمشي تاخذ فلوس كريدي هادي تمشي تصيف مع ولادي وهادي، وفي الاخر كنلقى الكريدي. دابا مع هاد الغلا ما عندك فين تصيف؟ ما عندنا فين نصيف، لا مرتاح ما حالو هادي ويصيف لابس ويعوم في دارو وصافي. انا نعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وتكمل لي النص الاخر. الصيف صيف اش خاصو؟ خاصو صريف. جمعتي شي صريف ولا والو؟ وما بقى لنا حتى باش نمشيو للحمام. هذا العيد راه ما خلى لنا والو، اللي كان عندنا راه شرينا حولي وما كاين الغلا وما كاين والو، ما بقى عندنا صرف لا والو. والو ما بقى لك حتى باش تمشي للحمام. بقى لنا على البحر. بقى لنا على البحر. فين مولف انت كتصيف؟ في سيدي الحال، كنمشيو لسيدي الحال، كنمشيو لطماريس. ودابا هذا العام غتمشي ولا ما غتمشيش؟ ما غنمشيش. علاش؟ ما كاين صرف. والو الصرف والو. ما تدبرش. ما كنت باش نمشيو للحمام. تحياتي.